أستاذ أشرف، يمكن إحنا الحقيقة دلوقتي بنتكلم عن المشروعات اللي حصلت والمشهد اللي حاصل دلوقتي، بس خلينا نرجع خطوة لورا. وإحنا للأسف قفتنا إن إحنا بنقلة في النعم أو إن إحنا بننسى. فلما بنيجي نبص دلوقتي نقول كل المشروعات دي، يعني إحنا هنشوف نتائجها إمتى، بس بننسى إن إحنا لو فكرنا في الوضع السابق اللي كنا فيه، لو كنا كملنا في هذا الوضع كان ايه بقى اللي هيحصل؟ كان المشهد هيبقى عامل ازاي؟ فخليني ارجع مع حضرتك خطوه لورا، واحب اعرف من حضرتك لو وصف للوضع في الصعيد في وقت سابق مش بعيد بالمناسبه، وكان ايه اللي هيحصل لو كنا كملنا بنفس الوتيره، ان كان على السلم المجتمعي، على المواطنين بينهم وبين بعض، او حتى اقتصاديا واستثماريا. واحنا بنتكلم انه اصل يعني مدن الصعيد زي ما حضرتك قلت خير مصر. صحيح. بس الوضع كان بكل المقاييس مزري وماشي بشكل سيء، والدليل على كده انه الصعيد تحول الى منطقه طارده، ناس بتذهب الى العاصمه والمدن الكبيره علشان تدور على اي فرصه عمل، الناس بتخرج في الهجره غير الشرعيه، بتنتشر العادات وبتنتشر المظاهر السيئة. صحيح. اللي جزء كبير قوي من سببها هو الفقر والتخلف. صحيح. وعدم وجود تعليم وما إلى ذلك، غياب الوعي زي الصقر، كل دي حاجات مرتبطة بالفقر والتخلف والمشاكل وزواج القاصرات. وحاجة كانت صعبة جدا، انت بتخففي عن الناس الضغوط، انت لما تبقي عايشة أسرة مكونة من 10 عايشة في غرفة، غير لما بتقعد في بيت بشكل جيد في غرفتين، في ثلاثة، في أربعة، في مية، في كهرباء، في كل ما تحتاجيه من خدمات، هتبقى الدنيا أهدى. وبالتالي دي الصورة بتاعت الصعيد. الصورة بتاعت الصعيد القرية القديمة، القرية اللي معمولة من بيوت من طين، اللي الناس يعني بتعاني بسبب عدم وجود خدمات، لقرية حديثة، قرية متحضرة لوسيلة مواصلات. أنا عايز أنزل القاهرة. بصي، وإحنا في الجيش كنا يقول لك إيه، الشباب اللي من الصعيد ما كانش ينزل معنا في الأجازة، كان يعمل إيه، يجمع أجازتين على بعض ولا ثلاثة علشان ما يضيعش في الطريق. فكنت تسأله ده انت ما بتصدق تلاقي اجازة عشان تمشي وانت قاعد ليه؟ يقول لك لا، ما انا هاخد لي يوم ولا يوم ونص رايح ويوم ولا يوم ونص جاي، فمش هلحق اقعد في بيتنا. دلوقتي لا، يقدر ينزل ويروح ويرجع.